قال أبو الحسن الشاذلي: لما دخلت العراق اجتمعت بالشيخ الصالح أبي الفتح الواسطي، فما رأيت بالعراق مثله، وكنت أطلب القطب، فقال لي: تطلب القطب بالعراق وهو في بلادك، ارجع إلى بلادك تجده. فرجعت إلى المغرب إلى أن اجتمعت بأستاذ الشيخ الولي أبي محمد عبد السلام بن مشيش. مولانا عبد السلام بن مشيش هذا الصوفي، هذا القطب الرباني اللي يجوا يزوروه من جميع أنحاء المغرب، وحتى من العالم الإسلامي، حتى من الفلبين، حتى من إندونيسيا. وما حتش يقول لكم المغرب العربي، هذا اللي يعتبروه قطب ديالهم. الزيارة الأولى اللي كنت بها أنا المولانا عبد السلام بن مشيش عمري ما نساها في حياتي. أولا كانت زيارة عملتها وأنا صغير على رجلي، طلعنا من ديك الساعة كلشي كيجي تقريبا برجل، رحلة دينية وفيها الأملاح النبوية في الطريق، تشفع يا رسول الله إلى آخره، والسخاريت والأمدحة النبوية والنساء بحد الجمال بدك اللباس التقليدي ديالنا. وهذه كانت زيارة اللي مشيت مع الوفد ديال الشرفاء العالميين والزوار بصفة، كلهم كانوا شرفاء، طلعنا معهم وجينا اللي كان، وهي واحد الهيبة، واحد الخشوع، وفيها تعب، ولكن تعب ليستحمله الإنسان نظرا للأهمية الروحانية والروحية ديال هذيك الزيارة. معلوم اللي جو قبائل، اللي جو من مدن، أنا باقي العقل من تطوان، كانت لي بيست على لي بيست من تطوان حتى مولانا عبد السلام مشاج، تعطلنا 10 سوايع باش نوصلوا لمولانا عبد السلام، نظرا ان لاعداد ديال الزوار اللي يجي من الريف واللي يجي من الشاون واللي ياخذ الطريق ديال تطوان 602، ولكن على طريق واللي يجي من الدار البيضاء والرباط والمكناس وبني ملال وشي اللي يجوا على الطريق هذه ديال، وكاين اللي يجي في الطرق الرجليه بالرحلات. إذن هذا كان مع الأسف ما كانتش التلفزيون في ذلك الوقت، بس صور ذلك الجمال اللي كان قبل في ذلك العهد. عام
على بعد حوالي 75 كيلومترا عن مدينة العرائش يقع ضريح القطب عبد السلام بن مشيش ببلاد جبالة بقبيلة بني عروس ذات التضاريس الجبلية الوعرة. وعورة هذه التضاريس لم تمنع القطب عبد السلام بن مشيش من اختيار هذه المنطقة مكانا لخلوته وتعبده. إنه جبل العلم الذي يرتفع بحوالي 1368 مترا عن مستوى سطح البحر. ويقع الضريح بين ظهراني دوار السكان وبجوار دواوير ومداشر أخرى كتزروت وأمس مليل، إلا أن أشهرها على الإطلاق هو دوار الحصن الذي ارتبط اسمه بنشأة شيخ جبالة عبد السلام بن مشيش. ويحكي السكان المحليون بأن ضبابا كثيفا خيم لمدة 40 سنة على هذه المناطق، مما أجبر القبائل الأمازيغية الأصلية على الرحيل نحو الجنوب. كما قلنا سيدي، هذه الأرض ما كانتش كانوا فيها قوم آخرين ساكنين. نهار اللي سكن سيدي بكر رحلوا ذيك القوم اللي كانوا ساكنين في هذه الأرض، سكن فيها سيدي بكر. سيدي بكر هنا تزوج، هنا تزوج سيدي بكر وخلق الشيخ مولانا وخلق سيدي مشيش وخلق سيدي الشيخ مولانا عبد السلام خاص سيدي الحاج موسى الرضا. وهنا تكونوا هنا توقع هنا من هنا تكونوا الشرفاء العالميين. حنا نما ولاد سيد الحاج موسى ولاد مولى عبد السلام ولاد سيدي وناس ولاد سيد محمد بن يملاح، حنا دار العموميه. نما بحال سيدي يملاح بحال سيد الحاج موسى بحال الشيخ مولانا عبد السلام بنا هو محسوب جدنا سيدي مشيش يا ولاد سيدي بكر. هاد التركه هادي ولاد سيدي بكر. هو عبد السلام بن مشيش ابن مالك بن علي ابن حرملة ابن سلام بن مزوار ابن حيدر ابن محمد بن إدريس الأكبر، ويصل نسبه إلى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولد بهذا المنزل أيام الدولة الموحدية سنة 559 للهجرة الموافق لسنة 1198 للميلاد، وكان له أخوان هما الحاج موسى والحاج محمد بن يملاح. هذا الدوار يسمى دوار الحصن الحاصن، فين تزاد سيدي مولانا عبد السلام الله ينفعنا بالبركة ديالو، الذي مدفون يعني في جبل يسمى جبل علم قبيلة بني عروس أقليم العرائش. هذا البيت يعني هو الذي ازداد فيه سيدي مولانا عبد السلام رضي الله ببركاته، يسمى بيت سيدي مشيش. تربى في هذا البيت، هذا قرا في هذا المسجد، هذه يعني كان عنده يعني سبعة أو ثمانية سنوات. أسيدي هذا المسجد طلعت في عهد الشيخ مولانا عبد السلام، بنوها القصر صيروا عليها الماء القصر والشاوة، ومن حزمار الجير الريف خدموا بالصحة ديالهم كيخلصوهم القصار والشاول قارن. يا سيدي كدا أول الشيخ مولانا عبد السلام فيها قرى، فيها قرى الشيخ مولانا عبد السلام، وهذه سبعة القرون باش صلى فيها مولانا يزيد استاذ الجمعات.
ظهر نبوغ عبد السلام بن مشيش منذ صغره، حيث استكمل حفظ القرآن الكريم في الكتاب وعمره لم يتجاوز 12 سنة. هنا خلق الشيخ مولانا عبد السلام، وهنا قرا في ذاك التاريخ يا سيدي، المحل اللي قرا فيه راه فنو هو موجود. تورد الحكايات المتوارثة قصة غريبة حصلت للتلميذ عبد السلام بن مشيش مع أحد أقطاب العلم آنذاك، وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني. واش كان شهره مولى عبد القادر الجيلاني، نفع الله ببركته، لما مولى عبد السلام من هنا كيقطع له السقية ببغداد، والشاهد ديالو السقية كنقطع ببغداد، جا مولى عبد القادر الجيلاني لعند الفقين هذا المحل هذا، جا عنده قال له التلميذ ديالي كيقطع لي السقية. الشيخ ديال سيدي مولانا عبد السلام كيهز عينو كيجبر هذا الراجل غريب ما عرف ما مشو ولد البلاد، قال له انا قلتها لك وغبر عليه. مولى عبد السلام عمل له نفس اللعب نفس الدوره الثانيه، خسر له السقيه، خلط على الشيخ ديالو قال له عندك تلميذ هنا كيخسر لي السقيه، يعني قال له سيدي وريه لي يعني نأدبه، قال له هالمره الثانيه يعني مشى يعني رجعوا بالمره الثالثه، خسر له السقيه يعني ضرب الفاس في الماء طار الماء يعني صدق في الشيخ مولانا عبد السلام. جا يعني قال له التلميذ ديالك يخسر لي السقيه، قال له وريه لي، قال له هو مفزك بالماء. ناض يعني الشيخ ديال سيدي مولانا عبد السلام كيقلب التلميذ اللي مفزك بالماء، لقى مولى عبد السلام. تما قال له سيدي يعني غادي نعصه، يعني غادي كنقولوا حنايا بهذا الفقيه كيحمل المحضري، قال له غادي نحمله، قال له لا ما تحملوش. قال له واش باش نعمل له؟ قال له يقرا لك 60 حزب. امر الشيخ على سيدي مولانا عبد السلام قال له نوض اقرا العرض، يعني قال له كيفاش غندير انا العرض؟ قال له وقف على رجل واحد قرا لي الايه الفلانيه. سيدي مولانا عبد السلام يعني قرا ديك الايه وزاد شرع يعني نعم سيدي في القران يعني. قال له اهدى سيدي مولانا عبد القادر الجيلاني، قال له اهدى راني عفيت عليه. الشيخ ديالو قال له أولدي أنا كخصني نقرا عليك، ماشي أنت تقرا لي، أنا هو اللي كخصني نقرا عليك. فمولانا عبد السلام بن مشيش تبع الدراسة القرآنية ديالو في الحصن، وحفظ 60 حزب في الحصن وبواحد السرعة كبيرة، وبدا يقرأ العلم عن الأساتذة ديالو اللي هما كانوا في المدينة، وبعد الأساتذة ديالو في المغرب، ومن بعد يعمل شوية ديال الفلاحة باش يعيش بها في واحد القرية مسميها بومهدي في العزابة نواحي ديال بني عروس جهه تحتيه، لكن داكشي دام قليل. بعد فتره من ممارسه الفلاحه تزوج عبد السلام بن مشيش من ابنه عمه يونس التي انجب منها 4 ذكور هم محمد واحمد وعلي وعبد الصمد، وابنه سماها فاطمه. لما قرا يعني نعم سيدي قرب يعني في المثال يحفظ المسائل القران ديالو، خرج من ديك الدوار هذاك ومشى للقبيله ديال بلخمس، واحد الدوار فيه الشيخ التالي دي نفعنا الله ببركته، تما كمل بالعلم دي بالقراءه ديالو. لما كمل بالعلم بالقراءه ديالو في الشيخ التالي دي جا نجبل العلم، جا نجبل العلم تما تكون يعني جلس
مغاره في الكاف، وحنا كنقولوا احنا المغاره في الكاف. كيقرا شكون كيقرا؟ كيقرا حمزه كيتعبد وكيقرا حمزه، ولدو سيدي محمد وسيدي احمد كيقراو القران في جنابه، هو كيتلي حمزه وليداتو كيقراو القران. وشأن جل المتصوفة والزهاد، فقد اختلى القطب عبد السلام بن مشيش بنفسه في قمة جبل العلم حتى اشتهر اسمه وعلى شأنه في أقطار البلاد، فأصبح هذا الموقع محجا للراغبين في رؤية القطب كما حدث للشيخ أبي الحسن الشاذلي. ولد أبو الحسن الشاذلي سنة 571 للهجرة بقبيلة الأخماس بإحدى قرى غمارة، فنشأ ببلدته وحفظ القرآن الكريم، ثم رحل إلى فاس طلبا للعلم، فتتلمذ على يد فطاحلة العلم آنذاك حتى أصبح واحدا من كبار العلماء. لم يكتفي أبو الحسن الشاذلي بالتزهد والنسك والتزام الخلوة والانقطاع عن الناس، بل سافر إلى العراق طلبا لما هو أسمى البحث عن القطب. لكن مفاجأته كانت كبيرة حين أخبره الشيخ الواسطي بالعراق بأن غايته التي أتى من أجلها قد تركها خلفه ببلاده. جاء يعني ملتجأ يعني قبلي، فين مولاي عبد السلام؟ فين مولاي عبد السلام؟ حتى توجه مع جبل علم. دخلنا هذه القريه هذه بنفسها، دخلنا هذه القريه هذه بنفسها، يعني نظرنا للجبل، يعني جد مولاي عبد السلام موجود هناك، يعني طلع توضى صلى ركعتين وطلع عند الشيخ مولانا عبد السلام، جبرو كيتلي حمزه وليداتو كيقراو القران، ولدو سيدي محمد اللي مدفون معاه دار في أبا حسن شادولي، قال له عليك بالوضوء. قال لي يا حافظ يا ساتير، يعني الولد الصغير قال لي أنا ما أنا عليك بالوضوء، أنا توضيت وصليت. قال له عليك بالوضوء، هو كيجي كيرجع تن هاد الدوار هذا الحصن، هما مازالين هنا جد العيون مسميين على العيون ديال أبا حسن شادولي، هما مازالين العيون كنقولوا لهم العيون ديال أبا حسن شادولي. ولعل ما وصلنا من مآثر القطب عبد السلام بن مشيش العلمية كان بفضل تلميذه أبي الحسن الشاذلي الذي أسس طريقة صوفية سميت باسمه، وهي الطريقة الشاذلية، والتي عرفت انتشارا واسعا بالعالم الإسلامي. هو عنده واحد التلميذ ديالو مشهور في العالم العربي، وهو أبو حسن الشاذلي، تلميذه أبو حسن الشاذلي تلميذه كان يفتش على القطب، مشى حتى لعند مولاي عبد القادر بغداد، قال له تيلا خليتي القطب عندكم وجيتي عاود ترجع، حتى مشى كاين قصة حلوة كيف تلاقى وكيف وعلى ذلك الشيء في العالم الإسلامي وفي العالم العربي كاين بزاف الشاذليين اللي تبعوا الإمام الشاذلي، وهو الصوفية اللي تعلم عن طريق أستاذه وهو مولانا عبد السلام بن مشيش. لم يكن لجوء عبد السلام بن مشيش إلى جبل العلم من أجل الخلوة والتعبد فحسب، بل كان من أجل توحيد العقول بتعليماته الدينية، الشيء الذي جعل له أعداء يتربصون به في كل حين. يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف. وعلى كل حال عاش في أيام الجهاد، في أيام الموحدين، كان كذلك مجاهد هو. وكان وأحسن دليل على هذا أن اللي قتلوا هي الحروب الصليبية اللي كانت بين المسلمين والمسيحيين. هو كان ضحية لأن كان وحد المغرب ووحد العقلية وحل الحركة الوطنية الحركة الإسلامية، قالوا هذا هو أخطر واحد وعملوا مؤامرة وقتلوا أبو طواجن هو اللي يصلي. مولاي عبد السلام نفعنا الله ببركته مات مقتول، واللي قتلوه هو أبو الطواجن. واحد الإنسان يسمى أبو الطواجن ما عرفنا شي أصله فين هو ومنين جا، يعني علاش؟ لأن سيدي مولانا عبد السلام كان كيحارب، ما كانش كيحارب بالقرطاس ولا كيحارب بالسيف، وإنما كيحارب بالعلم. كان كيكتب للكفار كيقول لهم هاد الطريق ديال الله وهاد الطريق اللي غادي تتبعوا. الكفار ملي كانوا كيشبروا الرسالة ديالو يعني كيحيروا فيها، بقاو كيسألوا على الإنسان فين هو، هاد الإنسان غادي يفتنا في الدين ديالنا ويفتنا في الطريقة ديالنا، يعني خصنا هاد الإنسان يعني نحيده، يعني بقاو كيبحثوا عليه بقاو كيبحثوا عليه تجبروه يوجد في هاد الجبل اللي قلنا كيتسمى جبل علم. شكون يعني اللي غادي يقتلوا؟ أبو الطواجن جاب العساكر ديالو وجا، لما جاب العساكر ديالو وجا يعني جبروه كيعبد، ضربوه بسيف يعني السيف تكسر، جبدوا السيف الثاني يعني نعم سيدي ضربوه السيف الثاني تكسر، ولما سلم يعني في الضم العبادة ديالو سلم يعني الصلاة ديالو سلم، جبد موس من عنده ديك الموس صغير ديال الصفار وقلم هاكم. علاش؟ لأن كما قلنا هو عنده الغوتانية، يعني على يعني أعطاه الله تعالى وتبارك شاف العمر ديالو أجل ديالو وصال، وعلى اليد ديك الكافر اللي غادي يقتلو شدوه يعني نعم سيدي ضربوه بديك الموس الصغير يعني جاب الله العمر. أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا بعد رحيل القطب عبد السلام بن مشيش إلى دار البقاء بني له ضريح فوق جبل العلم الذي عاش به زاهدا متعبدا بقية حياته. وكما كان محجا لطلاب الزهد والعلم في حياته، فها هو اليوم يعرف تعاقب الزوار الوافدين إليه يوما بعد يوم قصد التبرك به والترحم عليه. من الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي رسول الله. وانا اعتقد ان اولاد النسب الحقيقي ديال ولد مولاي عبد السلام بالنسبه لمولانا عبد السلام ماشي النسب العائلي، النسب ولاده الحقيقيين هما هاد الزوار اللي يجوا من جامع انحاء المغرب واللي يطلعوا من شمال افريقيا يزوروه، هذو هما اولاده الحقيقيين. ليظل اسم القطب عبد السلام بن مشيش رمزا ساكنا لأفكار وقلوب أهل جبال خصوصا والمتصوفة عبر أنحاء العالم الإسلامي عموما. روى الشيخ أبو الحسن الشاذلي عن القطب عبد السلام بن مشيش أنه أوصاه قائلا: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله. السلام عليك وعلى آلك يا سيدي.
حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي حبيب الله.